المطلوب منا أن نبسط لوغاريتم الأساس 3 ل 27 إكس، وهذا بسيط جدا، لكنني أفترض أنهم يريدون منا أن نستخدم بعض خصائص اللوغاريتمات ونجده بطريقة ما ربما تجعله صعبا بعض الشيء، ودعونا نبذل قصارى جهدنا في ذلك. إذن الخاصية اللوغاريتمية التي ستخطر في بالي، لأن هذا الموجود هنا يخبرنا ما هي القوة التي علينا أن نرفعها لثلاثة حتى نحصل على 27 إكس. 27 إكس يعادل 27 مضروبة في إكس. إذن الخاصية اللوغاريتمية التي يبدو أنهم يريدوننا استخدامها هي اللوغاريتم الأساس ب ل A مضروبة في C. هذا يساوي اللوغاريتم الأساس ب ل A زائد لوغاريتم الأساس ب ل C. الآن هذا من خصائص اللوغاريتمات، أي إذا كان لديك أستين بنفس الأساس فيمكنك أن تجمع الأستين. الآن دعوني أوضح هذا قليلا لكم. إذا كان هذا الجزء مزعجا قليلا، فالجزء المهم في هذا المثال هو أن تعرفوا كيفية تطبيق هذا. لوغاريتم الأساس ب ل A مضروبة في C تساوي X، هذا يقيم إلى X. دعونا نفترض أن هذا هنا يقيم إلى Y، ولوغاريتم الأساس B ل A يساوي Y، ولنفترض أن هذا يقيم ل Z. إذن لوغاريتم الأساس B ل C يساوي Z. الآن ما نعرفه أن هذا أو هذا يخبرنا أن ب للقوة X تساوي A ضرب C. الآن هذا يخبرنا أن ب للقوة Y تساوي A، وهذا يخبرنا أن B للقوة Z تساوي C. دعوني أفعل ذلك بنفس اللون الأخضر. إنني أكتب الشيء نفسه، إنني أكتب اقتران أسي أو معادلة أسية بدلا من معادلة لوغاريتمية. إذن B للقوة Z تساوي C، هذه العبارات جميعها متساوية، هذه نفس العبارة أو أن لكلاهما نفس المضمون لكن بطريقة مختلفة، لهذه نفس المضمون لكن بطريقة مختلفة. حسنا، إذا كنا نعلم أن A تساوي B للقوة Y و C تساوي B للقوة Z، ثم يمكننا أن نكتب B للقوة X تساوي B للقوة Y، وهي عبارة عن A ضرب B للقوة Z. ونعلم من خصائص اللوغاريتمات أنه إذا أخذنا B للقوة Y ضرب B للقوة Z فهذا يعادل، سأستخدم لون محايد، B للقوة Y زائد Z. إن هذا علمناه مباشرة من خصائص الأسس، وإذا كان B للقوة Y زائد Z يعادل B للقوة X فإن هذا يخبرنا أن X يجب أن يكون مساويا ل Y زائد Z. إذن X تساوي Y زائد Z. إذا كان هذا مزعجا لكم لا تقلقوا كثيرا، الشيء المهم هو أنكم تعرفوا كيفية تطبيقها، ومن ثم يمكنكم أن تفكروا بهذا قليلا، ويمكنكم أيضا أن تجربوها باستخدام بعض الأعداد. عليكم أن تدركوا أن اللوغاريتمات عبارة عن أسس، فعندما تقيمون اللوغاريتم ستحصلون على أس ترفعوه لبي لكي تحصلوا على سي ضرب A،
لكن دعونا نطبق هذه الخاصية هنا. فإذا طبقناها على هذا، نحن نعلم أن اللوغاريتم الأساس 3 لسبعة وعشرين ضرب x يساوي لوغاريتم الأساس 3 لسبعة وعشرين زائد لوغاريتم الأساس 3 ل x لوغاريتم الأساس 3 ل x. ثم يكون بإمكاننا أن نقيمه لهذا. هذا يخبرنا ما هي القوة التي يجب أن أرفعها لثلاثة حتى أحصل على سبعة وعشرين. يمكنكم أن تعتبروه بهذه الطريقة، ثلاثة للقوة ماذا تساوي سبعة وعشرين. حسنا، ثلاثة للقوة ثلاثة تساوي سبعة وعشرين. إذن هذا يقيم إلى ثلاثة. فإذا أردنا أن نبسط، أو أعتقد أنني لن أسميه تبسيط بس سأسميه بتوسيع أو استخدام هذه الخاصية، لدينا الآن عبارتان، حيث أننا عندما بدأنا بعبارة واحدة ففي الواقع إذا بدأنا بهذه سأقول أن هذه الصورة المبسطة لها، لكن عندما نعيد كتابتها هذه العبارة الأولى تصبح ثلاثة. إذن العبارة الأولى تصبح ثلاثة، ومن ثم يتبقى لدينا زائد لوغاريتم الأساس 3 لx. إن هذه عبارة عن طريقة بديلة لكتابة العبارة الأصلية، لوغاريتم الأساس 3 ل 27x. إذن مرة أخرى، ليس من الواضح أن هذا أبسط من هذا، إنها عبارة عن طريقة أخرى لكتابتها باستخدام خصائص اللوغاريتمات.